ازيكم متابعين قناة مشاوير؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة جايبينكم عند محل سقسقة للمفروشات. عندهم حاجات حلوة جدا وعروض جميلة جدا جدا جدا. عندهم مفروشات وعندهم هوم وير وكمان عندهم ستاير. استنوا بقى، عاملين عروض جامدة جدا. هدخل دلوقتي واوريكم كل العروض اللي عندهم. الاول هقول لكم احنا فين بالظبط. احنا هنا في اسكندرية، محافظة اسكندرية. احنا بقى من هنا، ده شارع النبوي المهندس. هنا في صيدلية اسمها صيدلية الحكمة، ولو جايين من الناحية اللي هناك ده شارع 30 الجديد، ده امتداد شارع 30 الجديد. هتلاقوا محل هنا على ايديكم الشمال، المحل عامل عروض حلوة جدا. هندخل بقى دلوقتي وتابعونا يا جماعة، ما تنسوش اللايك والاشتراك. ده بقى بايه؟ تمام، قولي لنا بقى الاسعار اللي انتوا عاملينها والعروض. عندك الطقم دوت. تمام، ده الطقم دوت فيه كرانيش من هنا من تحت. تمام، من تحت خالص، والخدادية فيها كرانيش. تمام تمام، ده قطن طبعا. ده قطن طبيعي 100%. معايا واحدة ملاية واتنين خدادية واتنين مخدة. تمام، دوت الوانه ايه؟ عندي بطيخي وعندي لون جري. تمام، يعني اللون السيمون ده والبطيخي وجري. تمام، بس ده عامل 320. ده عامل 320. تمام، نطلع لحاجة أعلى شوية. ده زبير ماركة تويست. تمام، دوت الملاية سادة وفيها كنار. فيها كنار زبير. تمام، والخدادية زبير برضه. أوريكي الشكل. تمام، خدادية ولا اتنين؟ تمام. ده ملاية واتنين خدادية واحد مخدة. تمام، بصوا يا جماعة شكله جميل جدا، وطبعا كل ده بيبقى كنار كده زبير. ايوه، ده عامل كام؟ ده عامل 325. 325 منه الالوان بقى؟ منه اللي هو الابيض واللي هو الانجي. تمام، واللون اللي هو الكشمير ده واللون الاوف وايت اهو يا جماعه. ده عامل 325. ايوه، شايفين لونه حلو جدا. تمام، عندي ده. تمام، ده برضو كنار مش كده؟ ايوه صح، ده في كنار والخدادية كنار والمخدة كذلك. بصوا يا جماعه اهو، ده بصوا في كسر كده في الخدادية بتاعته. ايوه، ده شكله حلو جدا. تمام، ده عامل كام يا شيماء؟ ده 5 قطع. ده عامل 290. عامل 290 جنيه يا جماعه. بصوا، عشان العرايس بقى اللي بتدور على حاجات شكلها حلو وخامتها حلو وبرده سعرها كويس، وقطن 100% برده. تمام، الوانه دي اخر قطعه. دي اخر قطعه، موجود اخر قطعه منه يا جماعه، اللون اللي هو الكافيه ده، برده لونه حلو قوي. وعندي حاجة زي كده، دي بلابل. تمام، ده برضو على الكنار بتاعه بس مش كده؟ يعني هو كله سادة والكنار بتاعه بس هو اللي منقوص. أيوة، بس يا جماعة في منه برضو اللون ده واللون اللي هو السيمون ده. ده 5 قطع برضو. بصوا برضو الكنار بتاعه اهو، وبرضو 5 قطع. 2 4 خدادية ولا 2؟ 2 خدادية واتنين مخدة واللاملية. تمام، ده عامل 325. ايوه، ده منه بقى اللي هو السيمون. في منه السيمون وفي منه اللون دوت اللي هو البطيخي. تمام يا شيمين. في كمان يا جماعه ملايات بقى كده اللي هي التطريز بطرازة، دي برضو عامله 325 مش كده شيمين؟ تمام، في منها بقى الوان واشكال هي مختلفه. في اللون اللي هو اللي على بيج، وفي اللون اللي هو سيمون. دول كلهم نفس السعر؟ ايوه. تمام، وفي برضو حاجه كده كنار برضو جبير لونها كشمير. عندهم تشكيله يا جماعه حلوه جدا. وعندك ده بقى حاجه ممتازه. بصوا يا جماعه، ده جوبلين والملايه بتاعته ساده حلوه قوي، والكنار ده من الجنب. تمام، في صوره ليه يا شيماء؟ بصوا يا جماعة تحفة، ده حلو جدا. ده الجوبلان ده من الجنب وكذلك من الناحية التانية، والخدادية كذلك، بس لما تيجي بقى بتنامي عليها بتبقي بقى الشكل ده. يعني هي ناحية جوبلان والناحية التانية قطن عادي سادة. سادة.
ده حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل 350. ده عامل 350 يا جماعه، خمس قطع، وده جوبلين. ايوه، وبتختلف شكل الملايه برضه. اه تمام. في بينك وفي منت جرين وفي جري وفي كشمير، في منه اربع الوان يا جماعه. طيب ده عامل 350 جنيه. في كمان معانا الطقم ده، ده كله جبير يعني ما فيهوش ساده خالص. اه الكنار بتاعه يعني برضو كله جبير. اه يا جماعه شكله، بص الجبير بتاعه ده العرايس بقى. اه حلوه قوي. ده اتنين مخدة واتنين خدادية واحد ملاية. تمام. ده عيمة 325 جنيه. تمام. في الوان منه؟ لا، دي اخر قطعة. دي اخر قطعة يا جماعة عشان اللي عايزها يلحق. دي اخر قطعة يعني موجود منه اللون اللي هو البينك ده، اللي هو نفس الصورة بالظبط. ايوه تمام. تمام. دي بقى كده ملايات الاطفال. ايوه طقم الاطفال ده ست قطع. تمام. ده ست قطع يعني. أيوة. اتنين خدادية واتنين مخدة واتنين مخدة وملايتين. تمام. ده يفرش سرير متر وسرير متر وعشرين. استنى كده، بصي من ورا كرانيش. اه بصوا يا جماعة، ده ملاية 250 في 215. اه يعني يفرش سرير متر وعشرين. أوه. او متر عادي. ده بقى بالكرانيش متجمع. ده عامل كام؟ ده عامل 375. ده عامل 375. ده يا جماعة اهو برضو في لون تاني برضو، ده ست قطع مش كده؟ كل الاطفال ست قطع. تمام. كرانيش. تمام. بصوا في كمان الشكل ده بناتي اكتر، في حاجة كده برضو حلوة قوي. كلهم نفس السعر مش كده؟ أيوه. تمام. كلهم 375 يا جماعة. واللي فوق ده عندنا برضو، ده برضو ست قطع، كله ست قطع. بصوا برضو في حاجات كده بقى، في ده برضو لونه بيتي كده، وفي برضو دباديب شكلها برضو حلوة قوي. اه برضو عشان الناس تشوف الشكل. تمام حلو قوي. ده برضو عامل كام ده؟ ده عامل 370. ده عامل 370 جنيه. في منه اللون النبيتي واللون الجنزاري او اللي هو البترولي يعني اكتر. تمام. بصوا بقى الحاجات دي برضو، العروسه دي ده مجسم. ها اه ده مجسمه حلو قوي. بصوا يا جماعه العروسه دي جميله ازاي. دي عامله كام؟ ده عامل 500. عامل 550. ده عامل 550 برضو ست قطع، ملايتين واتنين خدادية واتنين مخده كبيره. برضو في منه الوان، في اللون الاصفر، في اللون اللي هو اللبني، في اللون الجراي والكشمير، واللون اللي احنا وريناه لكم دلوقتي اللي هو البينك. اه يا جماعه بصوا ايه، العروسه دي بتبقى من تحت كده على الكنار، وهو ساده والخدديه بتاعته منقوشه زي ما انتم شايفين. حلو قوي. ده عامل 550. هنا بقى يا جماعه الكل اللي سالوا بقى عن الملايات بتاعه البيكا، عندنا هنا ملايات بيكا لسرير كبير، وفي كمان للاطفال. دي البيكا دي خامه ممتازه جدا، غسيل وفرش وكل حاجه ممتازه جدا، ومعروف ان احنا بنقول البيكا اصلا ما شاء الله. يعني دوت عندنا طعم البيكا بقى. بصوا يا جماعه الخامه اهي قفل 100%، شايفين الخامه قفل 100%. ده طقم عندي عامل 155. ده كام قطعة يا سامي؟ دوت ملاية واتنين خدادية واحد مخدة. تمام. عندي كل الأشكال متاحة. بصوا يا جماعة ده الشكل اهو الأولاني، والشكل الفلامينجو برضو متاح عندي. تمام. وده الشكل اهو الفلامينجو اهو، وفي كمان الشكل ده موجود، في برضو حاجة زي كده اهي لون اللي هو البينك، وفي كمان اللي هو اللون ده اللي هو المربعات شويه، في الوان كتير مع بعض. عندي الفستان، وفي اللي هو الابيض في اسود اللي هو الفستان وكده، ده برده موجود. دي المتاحه عندي. خدوا بقى سكرين شوت وشوفوا اللي انتم محتاجينه ونجيبه ان
شاء الله لحد باب البيت. ده الطقم عامل 155 جنيه. طب طقم الاطفال بقى يا شيماء عامل كام؟ طقم الاطفال ده عامل 115. بصوا يا جماعه ده عامل 115، يعني طقم كبير 155 وطقم الاطفال عامل 115. بصوا بقى يا جماعه دي كفرات الكراسي بتاعت السفره، في برضو منها الوان كتير. هي هو باكت كده، الباكت ده في واحد ولا اتنين؟ في اتنين، عامل 20. الواحد بعشرين جنيه، يعني بص هو باكت كده الواحد فيه بعشرين جنيه، يعني الباكت كده على بعضه باربعين جنيه. كراسي السفرة جامبو كمان، يلبس اكبر كرسي. تمام. في بقى بصوا الالوان اهو، كشمير وجنزاري وكافيه ونبيتي وبني وفضي ورصاصي. والفضي وفي الرصاصي ده اهو بصوا بيلمع كده، وده اللون اللي هو الجنزاري. هو انتوا عندكم شحن يا شيماء؟ عندنا شحن لجميع المحافظات. تمام تمام، يعني بتودوا كل المحافظات؟ كل المحافظات. تمام، يعني يا جماعه لو حد مش هيقدر يجي بياخد سكرين شوت كده من الفيديو وبيبعت لهم على الارقام اللي انا سايبها لكم في الفيديو تحت ده، وهم بيبعتوا له الاوردر بتاعه لحد عنده. برده عندهم مجموعه من الدفايات الحريمي، هوريكم برده جزء منها. بصوا اهي دفايه كده، دي قطعتين بس مش كده؟ اه قطعتين. بصوا اللون الاحمر. بصوا يا جماعه دي بس دي وش واحد، ها مش وشين. تمام. والبنطلون بتاعها اهو ساده، برضو تلبس كبير يعني تلبس لحد 80 كيلو. دي عاملة كام؟ 110. دي عاملة 110. تمام. بصوا البنطلون يا جماعة كبير، يعني يلبس زي ما انتوا عايزين. في بقى ألوان منها؟ عندي جميع اللون ألوان أحمر بس منقوشة. معظم الألوان أحمر بس مع اختلاف الرسمة، يعني في حاجة كده نجوم، في حاجة كده زي برضو اللي هو الفور ده شكله برضو جميل، في برضو دباديب وعروسة كده، بس معظم الالوان منها دي احمر. طب في موديلات تانية برضو؟ عندي موديلات تانية برضو، عندي حاجة زي دي عاملة 120، دفاية وش واحد ده. اه بصوا يا جماعة برضو حلوة اوي، بصوا برضو منقوشة بس على احمر. بصوا في كمان اللون ده من الدفاية اللي ب120، هي بصوا برضو مخططة وكده فيها قلوب، والبنطلون بتاعها سادة. اه معاها فوت وير بتاعها. بصوا يا جماعه برضو تلبيس كبير، تلبسها تلبيس كبير. دي امهات. اه وريني كده بقى التيشيرت، ما شاء الله بصوا يا جماعه كبير، يعني يلبس زي ما انتوا عايزين، ومعاها الفوت وير بتاعها، معاها اهو الفوت وير بتاعها. بصوا برضو اهو جميله جدا، دي عامله 120. في برضو منها الوان. في حاجة بقى تانية كده عاملة 130 جنيه، دي وشين، يعني بصوا هتلاقوا من بره قطيفة كده وبرده من جوه، بصوا من جوه برده خامتها قطيفة، دي وشين مش وش واحد. دي عاملة 130 جنيه، برده تلبيس كبير، تلات قطع تلبيس كبير يا جماعة. دي بصوا بصوا تلبس يعني لحد 100 كيلو. بصوا اهي على برضو على وشين، ومعاها البنطلون بتاعها، ومعاها الفوتوير، معاها الفوتوير ومعاها البنطلون بتاعها لونه هو سيمون. البنطلون اهو لونه سيمون، دي عاملة 130 جنيه. عندهم برضو بيجامات اطفال كده يا جماعه عاملين عليها عرض، ده ميلتون عاملين عليها عرض 175 195. تمام حلوه قوي. دي تلبس كام سنه؟ دي تلبس 6 سنين. دي 6، يعني في مقاسات منها ولا دي اخر قطعه؟ لا في مقاسات. طيب تمام، يعني عندكم من مقاسات كام؟ احنا عندنا نقولي من 4 سنين. من 4 لكام بقى؟ لحد
بنتي طالعه بقى لحد 8 7 كده، من 4 لـ 8. بصوا يا جماعه خامتها حلوه جدا. بصوا برضو من جوه، هي من جوه بوبره كده وما شاء الله عليها تدفي جدا. دي عامله 195 جنيه. تمام، حلوه قوي. ده ترنج بقى ولادي، ده عامل كام؟ ده بدل 275 عامل 195 برضو. تمام، ده يلبس يا جماعه 4 سنين. خامته برضو حلوه جدا، يلبس 3 سنين، يلبس 3 ويعني من 3 لـ 4. يعني انا شايفه مقاسه حلو كبير، والبنطلون بتاعه اهو بصوا عليه بادجي كده حلو برضو جميل، وخامته ما شاء الله جميلة. اهو بقى ورينا الحاجات الدلع اللي عندك. ما شاء الله حلوة يا جماعة، برضو تقيلة يعني بنطلون ما شاء الله تقيل وحلو. دي بتلبس معانا لحد سن من 4 لـ 5 سنين. من 4 لـ 5 مفيش مقاسات تانية؟ هي 5 سنين اصلا. طب والمقاسات التانية مفيش مقاسات تانية؟ هي دي اخر قطعة؟ لا عندي 3 سنين. تمام، يعني عندهم مقاسات تلبس من 3 لحد 8 من ال من الترنج ده. ده ترنج ميلتون. تمام، عامل كام ده بقى؟ ده ما انا قلتلك بدل 100 برضه 195. يعني كل الترنجات دي الاطفال 195. بصوا يا جماعة برضو حلو، وبنطلونه ما شاء الله جميل. ده بقى أولادي. تمام، ده أولادي ميلتون، حاجة نضيفة يعيش معاكي، تغسلي وغسيل ولبس وكل حاجة ما شاء الله. ممكن اللي هو التيشيرت اللي من فوق يخرج بيه على بعض. بصوا يا جماعة برضو في سوستة كده من هنا، بصوا جميل، انتوا شايفين الخامة عاملة ازاي؟ الخامة ما شاء الله جميلة جدا. برضو هوريها لكم من جوه، بصوا الخامة، الخامة بتاعته حلوة قوي. ده برضو عامل 195 جنيه بعد الخصم. ده بصوا اهو البنطلون بتاعه، اهو البنطلون بتاعه فيه قصة كده من تحت وشكله جميل، وخامته ما شاء الله قطن، قطن 100%. وده كده اللون التاني برضو من الترنج اللي انا لسه موريها لكم، اهو لون كده زيتي في اورنج في بيج، ده مقاس 3 سنين. جماعة هم عندهم مقاسات من اول 3 سنين لحد 8 يعني. تمام، في كمان معانا بقى الترنج ده برضو ولادي، ده برضو يلبس كام؟ 6 سنين. 6. بصوا يا جماعة الترنج ما شاء الله عليه، بصوا. وبرضو في منه ألوان وفي منه مقاسات، خدوا بقى سكرين شوت وابعتوا لهم على الأرقام اللي أنا سايبها لكم تحت في الفيديو. بصوا برضو في جلاليب بقى كده، بصوا الجلاليب دي كده قطيفة، هنوريكم برضو مقاساتها وألوانها. اللون الموف، بصوا ده موف كده مدي على كشمير، بصوا اهي تلبيس برضو كبير. دي بتلبس كام؟ قد ايه؟ كام كيلو؟ 95 كيلو. لحد 95 كيلو. برضو دي على وش واحد ولا وشين؟ لا بصوا يا جماعه دي وش واحد بس، ما شاء الله الخامه تقيله مش خفيفه. دي عامله كام يا شيماء؟ عامله 150. دي عامله 150 جنيه. ما شاء الله حلوه جدا، وخامتها اهي من قريب حلوه جدا. دي الوانها ايه بقى؟ عندي منها الموف والنبيتي واللي هو البيبي بلو. موف ونبيتي وبيبي بلو، اهي دي اللون ده، اللون النبيتي يا جماعه بتاعها اهو، النبيتي اهو. وفي اللون اللي هو الفيروزي اهو برضو، شايفين ده اللون الفيروزي بتاعها، وده اللون اللي هو كحلي، يعني مدي اكتر على كحلي مش على بترولي. دي بقى برضو موديل تاني قطيفة فرو، قطيفة فرو نفس السعر 150. تمام، اي بصوا يا جماعة حلوة قوي، بصوا فيها كنار من هنا كده فرو، بصوا قطيفة وخامة ما شاء الله نضيفة.
خيمة نظيفة جدا. شايفين الخيمة دي عاملة برضو 150 جنيه. ايوه السور برضو تلبس لحد قد ايه؟ لحد 90. دي تلبس لحد 90 يا جماعة. يعني التانية كانت مقاساتها اكبر شوية. في كمان الموديل ده اهو، في برضو منه الوان. برضو الخيمة قطيفة، بصوا الخيمة بتاعته قطيفة. شايفين الخيمة برضو مشجر بقى ده يا جماعة. برضو ده تلبيس لحد 100 كيلو، لان دي مقاساتها ما شاء الله حلوة، تلبس لحد 100 120 كمان. اه والخيمة بتاعتها حلوة، فيها الليكرة بتاعتها برضو حلو. في اللون ده وفي لون، اللون بقى اللي هو الجراي اللي هو العكس، يعني الارضيه جراي والتشجيره هي اللي فيها اسود. بصوا في اللون ده برضو منها، اللون اللي على موف ده. برضو حلوة قوي. في برضو اللون ده برضو منها. برضو دي يا جماعة بصوا ده حفر، ده شغل كله حفر، حفر ليزر. برضو تلبيس كبير وكلهم عاملين 150 جنيه. اللون ده بصوا يا جماعة تلبيس، بصوا دي تلبس لحد 120 كيلو، ألوانها جميلة برضو قوي. طيب دي كده اهي، دي برضو وش واحد بس الخيمة نفسها خيمة تقيلة. بصوا ده كل ده شغل تطريز، وبرضو تحت في هنا حزام عشان تقدري بقى تضيقي من هنا من الجنب، تضيقيها زي ما انت عايزة، وهي فتحة بتاعتها كده 7. دي برضو تلبس لحد 100 كيلو، دي عاملة 215. الوانها ايه يا شيماء؟ اخر قطعتين نفس اللون، اخر قطعتين يا جماعة نفس اللون اللي هو اللون الموف البتنجاني ده. هنا بقى يا جماعة احنا وصلنا عند القسم ده، القسم ده كده كفرات المراتب، في الالوان اللي انتوا شايفينها بينك وفي احمر وفي بطيخي وفي كمان الهافون، في زيتي واوف وايت، كلها موجودة مقاسات من اول متر لحد 2 متر. الاسعار هنا يا جماعة جملة، يعني جملة من اول قطعة، يعني زيك زي اللي بياخد كمان دستة. قولي لي بقى ايه ال، عندنا المتر عامل 95، تمام، المتر و20 عامل 115، والمتر و70 عامل 160، المتر و80 عامل 170، تمام، عامل 180، والمترين عامل 180. دي كده يا جماعه الالوان اهي. هو عايزين نشوف واحد بقى، شيماء عايزين نشوف الخامه بتاعته ايه ونوري الناس. عندي ده الوش فوطه عشان خاطر يمسك الملايه، تمام، ما تتزحلقش مع المرتبه. وهنا دوت استك من الجنان عشان خاطر يمسك المرتبه كده. اهي يا جماعه كده بصوا، ده كده استك قطن ده، وهنا كده ده الوش بتاعه، ده كده فوطه، الوش بتاعه كده فوطه عشان الملايه ما تتزحلقش. دوت مشمع عازل للميه، وده بقى كده ده مشمع علشان لو في اي بقع او اي ميه او اي حاجه ما توصلش برضو للمرتبه. ده كده مشمع، مشمع جامد يا جماعه ما بيتقطعش. ده كده المقاس ده اللي هو مقاس ايه، متر. ده كده يا جماعه مقاس متر. ده اللون اللي هو البطيخي، ده عامل كام؟ عامل 95. يعني احنا بنتكلم هنا من اول 95 لحد 180 جنيه، مقاسات من اول متر لحد 2 متر. والالوان بتاعته اهي، دي كده كل الالوان عندنا هنا، اللي هو الجري، البطيخي، البينك، في اللون اللي هو المستردة اللي مدي على هافان شوية، في برضو هنا اهو الكشمير، وفي ده اللي هو البني، ده كده زيتي نبيتي، وفي الابيض، في ابيض وفي اوف وايت. دي كده اهو يا جماعه كل الالوان.
برضو اللي مش هيقدر يجي يقدر ان هو ياخد سكرين شوت بالمقاس اللي هو عايزه، بتشحن لحد باب البيت. ايه بقى مفارش؟ ايه بقى يا شيماء؟ عندي مفارش، عندي حاجة زي دي تنفع العروسة من اول مفارش النيش لحد مفرش ترابيزة الانتريه. حلوة قوي. بصوا يا جماعة، مفرش النيش 12 واحد، ده طول في اورجانزا ما شاء الله، حلو جدا. ده عاملين كام بقى كده؟ ده عامل 445. دول كده يا جماعه عاملين 445. كام قطعه؟ 16 قطعه، 16 قطعه، 12 نيش ورانر واثنين طقطقه ومفرش انتري متر في متر. تمام قوي. في الوان منه؟ لا دي اخر قطعه من ده. ده اخر قطعه يا جماعه، اللي هو اللون اللي هو الاوف وايت. تمام. وعندي حاجه زي دي، في برضو ده برضو 16. اه 16 قطعة. تمام. اه يا جماعة شايفين، حلو جدا، تحفة. ده عامل كام؟ 445 برضو. ده عامل 445. تمام. في بقى الحاجات اللي هي اللي فيها فرو والحاجات اللي العرايس بتدوروا عليها دي. عندي حاجة تانية اقل شوية في السعر بس جودتها عالية جدا برضو، كله هتريد هاند ميد. اه حلو برضو قوي. ده برضو عامل كام؟ ده عامل 220. ده عامل 220، 16 قطعة برضو يا جماعة، عامل 220 جنيه بس. حلو قوي. في منه الوان، لون الاوف وايت اهو، واللون اللي احنا شفناه دلوقتي اللي هو الذهبي اهو، ده الاوف وايت وده الذهبي. عندي حاجة تانية، شايفين برضو ده يا جماعة، ده عامل كام برضو؟ ده عامل 300 و ده عامل 260. ده عامل 260 جنيه برضو، 16 قطعة برضو، عاملين عليه خصم بدل 350 ب 260. تمام. في فرو برضو، الحاجات دي كده يا جماعه فيها فرو. ده في فرو دوت رانر واتنين طقطوقه، حلو، ينفع للبار، ينفع للتسريحه وعالكمون. تمام. ده عامل كام؟ 95. ده عامل 95 جنيه، حلو قوي. في منه الوان يا شيماء؟ اه في منه الوان، عندي اللي هو الاوف وايت وعندي اللي هو الجري والكشمير والصحيح. دي الوان اهي يا جماعه. ده في الوان المتاحة، عندي منه هو تلات قطع وعندي منه المربع الانتري. تمام. عندي حاجات تانية بقى قطيفة هاند ميد، حاجة عظمة ما شاء الله، حلوة اوي يا جماعة. لازم بقى ده كده شغل الهاند ميد جماعة، هنا الأسعار جملة. شغل تقيل، شايفين الشغل اللي فيه؟ قولنا بقى السعر كده. 125 ما شاء الله. دول كام مفرش؟ دول رنر واتنين طقطوق هاند ميد. ده كده قطيفة، الشغل اللي بره ده كله كده هاند ميد. بص شايفين، ده عاملين الطقم ده عامل 125 جنيه. في بقى الفرو ده، عندي الفرو ده مربع، كان عندي منه الطقم اللي هو التلات قطع بس خلاص. ده الفرو اللي هو التعلبي. ده المتر في متر، ده كده يا جماعة متر في متر. ده عامل كام؟ ده عامل 115. ده عامل 110 برضو، خامة بتاعته نظيفة جدا. عندي منه الكشمير وعندي منه الفرو. يا جماعة في اللون ده وفي الاوف وايت ده، اللي عاملة 100 والقطيفة عاملة 65. دي كده ستاير، دي قد ايه؟ مقاسها قد ايه؟ دي مقاسها طولها 3 متر والطول 2 متر وشوية. تمام، يعني شباك معمل. شباك حلو، شباك متر ونص يبقى حلو. تمام. دي عاملة كام؟ دي عاملة 100. دي عاملة 100. دي بلاك اوت عزلة للضوء. تمام. الوانها بقى؟
الوانها عندي اللي هو الكشمير والبني. ايوه واللي هو السيلفر. كشمير وبني ومبيتي والسيلفر. وعندي بقى حاجه تانية قطيفه. عندي القطيفه دي وحلقات ممتازه جدا مش بتتخلع. تمام. دي عامله كام؟ 65. دي عامله 65 وفي منها برضو اللون ده، في منها الجنزاري، في منها اللون الجنزاري، وفي منها الكافيه والنبيتي والفضل. حلوة. يعني القطيفة عاملة 65 واللي هي الشانيلي عاملة 100 جنيه. بلاك اوت عايزاها بالدور. تمام. دي حافظات مشايات ارض، دي جوبلين. بصوا يا جماعة دي كده حافظة جوبلين للمشاية. بصوا دي طولها 2 متر ولا 1.70 متر. دي لا 2 متر. 2 متر صح؟ دي 2 متر يا جماعة. دي عاملة كام؟ عاملة 50. دي عاملة 50 جنيه. تقدري بقى تحطيها للمشاية، تقدري تحطيها على الكنبة هتبقى حلوة برضو جدا، حتى لو اتحطت على الكنبة يعني تحفظها لك برضو هتبقى جميلة. الوانها ايه بقى؟ عندي الوانها لون جنزيري، وعندي الكشمير، وعندي الكوفيه والرصاصي. بصي يا جماعة دي الالوان اهي بتاعتها، القطعة عاملة 50 جنيه. في اللي هو اللي على بني، وفي اللي هو الجراي، واللون اللي هو الميدي على زيتي شوية، والهافان والجنزيري، واللون النبيتي اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. عندنا بقى هنا كده دي الحافظات بتاعت الانتريه. ده بتاع الصالون دوت. ده بتاع الصالون. ده كنبة كبيرة واربعة فوتي وستة من دي. عندي منها الوان، عندي كحلي، وعندي اوف وايت، وعندي كشمير، وعندي مبيتي. عامله كام بقى يا شيماء؟ عامل 160. عامل 160 جنيه يا جماعه. متخيلين حافظ انتري وصالون ب 160 جنيه بس. ودي كده الوانه صح؟ اهو معانا الكحلي، ومعانا البني، والبني ده. تمام. سجاد. هنا بقى كده يا جماعة دي حافظات السجاد. حافظ السجاد 2 في 3 جوبلين. بصوا الخامة بتاعته خامة حلوة جدا. دي 2 في 3. دي تغسليها وتفرشيها وكل حاجة زي ما هي. دي عاملة كام يا شيماء؟ دي عاملة 195. بصوا يا جماعة اهي عاملة 195 جنيه. عندي منها الكافيه، وعندي الرصاصي والكشمير والبني والنبيتي والجنزاري. كل الالوان موجودة، كل الالوان يا جماعة موجودة عندهم. دي اللي هي 2 في 3 195 جنيه. بصوا يا جماعة المحل هنا بصراحة مليان جدا، عندهم شغل حلو قوي، في مفروشات برضو، وفي زي ما قلنا هوموير، وفي كمان ترنجات اطفال، عاملين عروض على كل حاجة، وفي ستاير، وفي حافظات سجاد، وحافظات كمان انتريه وصالون. الاسعار هنا كلها جملة. اي حد عايز اي حاجة، الحاجات دي ما بتقعدش، فعليا بتطلع اول باول. اللي عايز اي حاجة بيبعت لهم تحت على الارقام اللي انا سايبها لكم في الفيديو تحت، وهم بيوصلوها لحد باب البيت. المعاملة كويسة جدا، طبعا بتعيني الاوردر قبل ما بتاخديه، لو في اي حاجة بتقدري تبدليه او بترجعيه براحتك خالص. يا رب ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وهستنى بقى تعليقاتكم تحت في الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه، ولنا لقاء في الفيديو القادم باذن الله.